تسأل هل في علاج للفشل الكلوي، للفشل الكبدي، لتليف الأنسجة؟ أنا طبعاً بقول لهم طبعاً في أمل، في أمل كبير جداً. الحمد لله آلاف من البشر جعلنا الله سبب في شفائهم، في العلاج، علاج الفشل الكلوي بدون غسيل، في علاج استثقاء الكبد، في علاج الروماتويد، في علاج انسداد الأوعية، في علاج الجلطات العميقة، في علاج أمراض كتيرة جدا، بشرط أن يكون عند المريض أمل وثقة في الله أنه يخف. طب يا ترى إحنا بنشتغل بإيه؟ ليه إحنا واثقين من الشفاء؟ وليه ما بنقولش زي جميع الأطباء أن مفيش أمل وأن المرض ده ملوش علاج؟ ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بمعرفة أسباب تدمير الأنسجة والخلايا. بمجرد ما تبدأ الامتناع عن التدمير يبدأ الجسم في إعادة البناء، في الريجينيشن. لكن الأطباء ما بيقولوش كده، الأطباء ما بيقولوش كده، الأطباء بيقولوا للمريض كل اللي أنت عاوزه وخد الدواء. مستحيل يحصل شفاء، ده الأول يحصل فشل كلوي أو فشل كبدي وبعدين يحصل كانسر وسرطان. وإحنا بنسأل نفسنا يا ترى إيه اللي زود الفشل الكلوي وإيه اللي بيزود السرطان اليومين دول؟ عرفتوا إيه اللي بيزود الفشل الكلوي والسرطان؟